حاكم ومسيطرين فهاي العالم لا عندها رواتب، مشاغل ثانيه ما عندهم، عيشتهم على هالبسطيه هاي، ورقم هاي اهل المحلات ماجرين ماخذين من عندهم شهرين 400 ويقولون ما يخالف سبيل العيش عوائلنا. يجي كم شرطي يعزلهم، والله عندنا اوامر، زين هاي الاوامر احسن ما تشون فيها واحسن ما تعزون هاي العالم. صفوا صيروا يد وحده، ناشد الشعب الدوله، الدوله ناشده يا ابا، اقول لهم تعالوا ابسط شيء ناخذ طلع على الدوله من حصه النفط، احنا ان فيها راتب مثل الدول البقيه، مثل السعوديه، مثل الكويت، مثل الامارات، مثل باقي الدول كلها، احنا تصير مثلهم؟ لا والله ما تصير. عايش دي بعد 100 سنه ما تصير. وان شاء الله شالوا الصفات من العماره كسروا. عايش كسروا؟ كسروا البور رئيس مال العماره مي وعافاه يجي نص واحد يعني. شالوا الرصيف. بالشارع. شالوا الرصيف. هاي السعوائل فوق راح ينقطع عليها المي بالحر هذا. عاشت اليوم والله. عاشت اليوم. هاي الوضعية هاي. هذا كله زرع الناس، هذا مذبوح. كله زرع الناس مردوه مرد. دشه فلان. زين. هي السالفة الصحيحة. وهذا العراق. هي هاي العراق تقول عليه الناس.